أمل، الحين الموسم صاير وايد زحمة بالذات في البرامج عندك، يعني أنت وحصة موجودة موجودين في الوطن وفنون فنون الوطن الحين. أوكي. حليمة موجودة على روتانا، مريم حسين عويدات قاعد تقدم في اليوم، في وايد زحمة، تعتقدين الغلبة راح تكون حق منو؟ أنا. كل هذا تقولين ما عندي ثقة، ما عندي غرور. لا لا، كل واحدة قدمت شيء مميز، بس أنا تعبت على نفسي وايد. أنا في رمضان خاصة حتى في برنامجي تعبت في كل شيء، في يعني صارعت علشان الناس كل يوم قاعد أسوي والله المستحيل إني أرضي كل الناس. شغلك أمان، الناس توقع أن أنت بس تحميك ميك أب وشعر وقاعد تروحين وتلبسين لبس أثقال. أنا قاعدة أثقال بس يقولك تحضير قبل هالساعة بساعتين ثلاثة. والله من عقب الفطور على طول، والظهر أقعد ساعات حق الأزياء إذا في نقص أو بروح أجهز ويا المصممين. فأنا تعبت على نفسي وايد. أنا ما يعني أدري إن أنا مميزة الحمد لله، لاني قاعده اقيس هالشيء على الناس، وقاعده احاول ارضي الناس واحطهم في عيوني شنو ما يبونه.